بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي التلاميذ، السلام عليكم. كان أحد زملائكم التلاميذ طلب مني تعبير كتابي، برودكسيون إكريت سور لو 1 نوفمبر. دونك نتوما الآن راكم كما تدرسوا في لو ريسي هيستوريك، يعني النص التاريخي، ولابد انكم في هذا الفروض اللي راهي على الابواب رايحين تكون عندكم تعبير كتابي. دونك vous aurez une production écrite concernant un événement historique، يعني تصير ممكن جدا يجيكم تعبير كتابي فيما يخص نص تاريخي. la production écrite هنايا اللي استوحيتها هنا من السؤال في لو سيت نتاع ديزيت اكزام، صبت هذا السؤال الخاص بلا برودكسيون اكريت، وين عطاو هذا فرض من الفروض اللي كان في السابق وجهها للتلاميذ سنه ثالثه متوسط، ويطلبوا منهم يعطيو لهم هذا لا بواطا اوتي، هذا لا بواطا اوتي يعني هذه الكلمات وهذه المفاتيح باش ينجزو ريسي هيستوريك ان اوتيليزون هاد لي مو كي سون دون لو تابلو. سي ان تابلو، سي اون بواط اوتي، يعني فيها كلمات مفتاحيه، سي دي مو كلي كي فون فوز ايدي ا ريديجي فوتر برودكسيون اكريت سور لو ديكلونشمون دو لا ريفولوسيون كونتر لو كولونياليزم. لو ديكلونشمون يعني انديلاء la révolution thora contre ضد le colonialisme، يعني ضد المستعمر، ضد الاستعمار. دونك شوف هنايا الشكل نتاع لو طابلو هذا ماهوش غريب عليك، على كل حال انت تعرفو فيه لو كي قريتوهم في لي في ديفير. عندك لو كي لو كون لو او لو كومون لو بوركوا اي لي كونسيكونس. دونك هنايا رايحين نستعملو الطرق اللي كنا نستعملوها في كتابة ان في ديفير، انا تشبه نكتبو ان ريسي هيستوريك اون اوتيليزون هاد لي كيستيون كلي. لازم نعرفو شكون، من، اين، عفوا اين، متى، كيف، لماذا، وماذا كانت النتائج. الوغ هنا في كي عندنا لي زالجيريان، عندنا لو بوبل، وعندنا لي فرونسي. Quand c'est le 1er novembre 1954, la date du déclenchement de la révolution contre le colonialisme, ou dans les Aurès, yani dans l'Algérie, donc l'Algérie et le Djazair, avec des fusils de chasse, yani Benet Qsaïd, les armes, l'Esliha, la volonté le courage, hadou kalimat, mettre fin aux injustices, liberté, indépendance, hna indépendance, 7 ans et demi, victoire, 1,5 million de martyrs, veufs, orphelins. Donc hna avec des fusils de chasse, il y a Benet Qsaïd, les armées, l'esliha, la volonté, l'irada, le courage, الشجاعه, mettre fin aux injustices, yani wadhhad li الظلم، ليبرتي هي الحرية، انديبوندونس الاستقلال، سيتون اي دمي سبع سنوات ونصف، فيكتوار هو النصر، ان مليون اي دمي دو مارتير مليون ونصف من الشهداء، فوف الارامل، اورفلان هم اليتامى. هنا كيقول لك استعمل لا بواطا اوتي، يعني ابني ما تنخلعش ولا بدي يحب يقول واش، يعني هو يعطيك كلمات باش انت تساعد نفسك وباش تكتب ذاك التعبير بوغ اكخيغ لا ريداكسيون، تو فا تيدي دو سي مو دو سيت بواطا اوتي. مي انت ما تحطش روحك في بوتقه وتقول لازمني نستعمل كاع لي مو اللي عندي هنايا، خاطرك شهادو ما هنايا حطهم انسان اللي دار ديجا لا ريداكسيون، داكور، وجاب وقسم هذيك لا ريداكسيون تاعكم وعطاكم لي مو باش نتوما تستدلوا عليهم وتكتبوا هذاك التعبير. ولكن التحرير على موضوع ما يختلف من انسان الى اخر،
ولكن تقدروا تستطيعوا هنايا انكم تستعملوا لو ماكسيموم دو مو، يعني اكبر عدد من الكلمات استعملها باش تعاونك باش تكتب هاد لا برودكسيون اكريت. ماشي يحب يقول لازم اكيدا اكيدا تستعمل كل الكلمات، لانه التعبير ماهوش سني با اون سيونس اكزاكت، ماهوش علم يعني علوم دقيقه، وين لازم كيقال الكلمه بالكلمه الكلمه بالكلمه. نو يفو اتر اليز، لازم يكون الواحد مستريح ويشوف الكلمات اللي هي رايحه تساعده، ماشي رايحه تسجنه في بوتقه ما يقدرش يخرج منها. يشوف الكلمات هذه اللي رايحه تساعده بانه يكون جمل. والطريقه هذه تعودت عليها ايام كنتو في الابتدائي، يعطيكم ديمو وانتوما تستعملوهم بور كونستروير دي فراز، تستعملوا لو ماكسيموم دو مو بو افوار يعني ان تيكست في دي ديتاي. مي اذا غاب لك هنا ان مو ما استعملتوش ولا ما عاودتوش، دايوغ تشوف هنا انديبوندونس انديبوندونس لو تيرم سو ريبيت سو ريبيت دو فوا، مي يقدر يضاهيه ليبرتي، نقدروا نعبروا فيكتوار. داكوغ الكلمه اللي ساعدتكم استعملوها هاد الكلمات لمساعدتكم وليس لي يعني للتضييق عليكم. لازم تفهم باللي هاد لي مو سي دي مو بور تيدي، سي دي زوتي يعني يعطيك ادوات باش تساعد نفسك، ماشي باش تحط روحك في سجن في بوتقة وتقول كلمه بكلمه. لازم بون ليبرتي تكتبت مره لازم تكتبها مره، انديبوندونس تكتبت مرتين لازم تجيبها مرتين، وهكذا. داكو دونك يفو فير اتونسيون وخدم براحه. هاد الادوات هاد الكلمات هاد لا بواط اوتي هاد لو طابلو سي بور تيدي باش يساعدك. الو هنا كي نقرا كلمه لي زالجيريا بون هما عندي انا كي واش بيهم بون خليني ملكون لي توغاس لي زالجيريا، يعني واش كان الهدف نتاعهم، هدفهم كان ميتر فان او وزانجستيس، يعني يحطوا حد لي الظلم يحطوا المظلمات، يحطوا حد لي الظلم. دونك لي زالجيريان كان لازم يحطوا حد لي لي زانجستيس نتاع شكون، لانجستيس تاع شكون، لانجستيس نتاع لي نتاع لي فرونسي. سمحوا لي نعطيكم الوحدة باش تشوفوا مليح. داكور دونك نرفعوها ممكن هاك شوية، فوالا لي زالجيريان كان لازم يحطوا حد للمظلمات لي زانجستيس نتاع من نتاع لي فرونسي. داكور ديجا عندنا فكره واش راح نكتبوا. الجزائريين كان لازم يحطوا حد للمظلمه نتاع لي فرونسي، صح. دونك باش يحطوا حد للمظلمه كان لازم يتحركوا ويعملوا ثوره. بون وقتاش هذيك الثوره؟ لو 1 نوفمبر. وين ندالعب؟ في لي زوغاس. هكذاك باش ندالعب واش كان عندهم الجزائريين؟ كان عندهم بنادق صيد افيك دي فوزي دو شاس لي زارم تاعهم سيتي دي فوزي دو شاس الاسلحه تاع كانت بنادق صيد، وكانوا ايضا نقولوا مسلحين ايضا بلا فولونتي بالاراده لو كوراج. علاه؟ خاطر ماكش انت باش تواجه قوه وقوى، يعني باسكو فرنسا كانت معاها قوى اخرى تساعدها باش تساعد قوه مثل قوه فرنسا في ذاك الوقت، وطائرات ودبابات هكذاك وقنابل ورشاشات، وتواجهها دي فوزي تشاس يعني كان لازم يكون عندك الاراده اي لو كوراج. دونك شفت دونك التسلح تاعهم في الحقيقه كان ليس هو لي فوزي تشاس، ولكن كان التسلح تاعهم كان بالاراده وبلو كوراج بالشجاعه، لا فولونتي الاراده، لو كوراج الشجاعه، صح. واش داروا واش داروا؟ داروا اون غير. داكور هذاك الثوره تاعهم كي ناضوا هزوا لي فوزي هزوا البنادق واش صرا؟ صرات اون غير. لا غير هذيك واش دارت؟ دامت 7 سنوات ونصف، دامت 7 سنوات ونصف، صح. كي دامت 7 سنوات ونصف واش جا من بعدها؟ جا موراها ماذا؟
la liberté, جات الانديبوندونس، جات لا فيكتوار، نشوف انا واش يوالمني واش نحط. صح، هذيك لا غير تاع 7 سنين ونص كان عندها دي كونسيكونس، ها ماشي زعما رماو لنا النوار فرانسيس، قتلوا منا 1.5 مليون دو مارتير، ماتوا منا من الجزائريين 1.5 مليون من الشهداء. واش خلاو هذوك الشهداء اللي ماتوا؟ خلاو خلاو ارامل، وخلاو يتامى، وخلاو يتامى. دونك شفت هكذا رحنا غير بالكلمات استعملنا تقريبا كل الكلمات الموجوده هنايا في لا بواطا اوتي. دونك نقولوا نبداو علاش لي زالجيريان حبوا، علاش هزوا، علاش رفعوا، علاش رفعوا السلاح لي زالجيريان، ها واش بيهم قرروا باش يحطوا حد للمظالم نتاع الفرنسيين. اذا نكتبوا لي زالجيريان، دونك هنا لي زالجيريان، لي زالجيريان ديسيدير، ما عطاولكش لو فيرب نتا تصيب لو فيرب ديسيدير، يعني قرروا. ها كانوا عايشين في استعمار، الصوره كانت لامبارفي، il vivait، il vivait، les algériens vivaient d'accord dans 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 la misère. ها نقدروا نزيدوا حكي تحب تستعمل لامبارفي، يعني الصوره انه الجزائريين كانوا عايشين في الميزيريا، vivaient dans la dans la misère et dans l'injustice، كانوا عايشين في الظلم. من بعد باش يغيروا الصوره خذاو قرار، دونك اون اوتيليز لو باسي سامبل، لي الجزائريين ديسيدير دو ميتر فان، قرروا باش يضعوا حد، دو ميتر فان ها او انجستيس، او انجستيس دي فرونسي نتاع لي الجزائريين. بون des Français. Les Algériens décidèrent de mettre fin aux injustices des Français. Donc, on a dit na, atina, علاش راح تقوم الثورة. الجزائريين قرروا باش يحطوا حد للمظالم نتاع الفرنسيين. Bon, واش داروا؟ هنا نجيو نقولوا le premier novembre 1954 et oui dans les Aurès puis الأوراس dans les Aurès واش صرا الشعب واش دار مسلح بالإرادة والشجاعة وببنادق الصيد واش دار أعلن الحرب لفرنسا باش يعاود يسترجع الاستقلال نتاع الجزائر. اذا نقولوا لو 1 نوفمبر 1954 دون لي زوريس لو بوبل تقدر تزيد من عندك لو بوبل الجيريان كي تحب، ها لو بوبل الجيريان، ولا تقول لو بوبل مادام حنا نهضروا على لي زالجيريان. لو بوبل واش دار؟ ها واش نقولوا؟ ارمي de volonté, de courage et de fusil de chasse. Le peuple armé, مسلح armé, de volonté, de courage, parce que كنت تبع واش عندهم الأسلحة تاع البنات قصيد ويشوفوا واش عندهم واش عند فرنسا، كانوا يخيبوا ما يقدروش. مي هما واش كانت عندهم؟ كانت عندهم الإرادة وكان عندهم الشجاعة، داكوغ، وهذيك بمثابة سلاح قوي، داكوغ. لو بوبل أرمي دو فولونتي دو كوراج إي دو فوزي، دونك هذا هو السلاح الحقيقي، الإرادة، إذا الشعب يوما أراد الحياة، داكوغ، إي دو فوزي دو شاس، إي دو فوزي دو شاس. واش دارو؟ لو بوبل، هاو لو سوجي، لو بوبل ارمي دو فولونتي، هنا سيت ان ادجيكتيف،
ارمي مسلح بالاراده بالشجاعه وببنادق صيد. واش دار؟ ديكلارا لا غير، اعلن الحرب عليه بور ريتروفي، باش يسترجع بور ريتروفي لانديبوندونس. Déclara la guerre pour retrouver l'indépendance de l'Algérie. Bech Starja l'Istiklel déclara la guerre pour retrouver l'indépendance de l'Algérie. On a terminé avec le mot indépendance. Indépendance de l'Algérie. Donc, Naya, Nardoun Kraou, le 1er novembre 1954, dans les Aurès, le peuple armé de volonté, de courage et de fusils de chasse déclara la guerre pour retrouver l'indépendance de l'Algérie. On a noté. D'accord. Donc, Telena, Stermena, Tkariben, Kalimet, Ktera, les Algériens, Stermena, le peuple, les Français. Le 1er novembre, la date, dans les Aurès, l'Algérie, les fusils de chasse, les armes, la volonté, le courage, mettre fin aux injustices, on a indépendance. Katna, 7 ans et demi, la durée de la guerre, ou la victoire, les Wannassa, on bat 1,5 million de martyrs. Donc, on a où on coule, mais de matin, la durée, on a la guerre. Déclara la guerre pour retrouver l'indépendance de l'Algérie. Déclara la guerre pour retrouver celle-ci l'Algérie. Donc vaut mieux reprendre quelque la guerre. Donc la guerre dura 7 ans et demi. يعني دامت الحرب مدة 7 سنوات ونصف لا غير دورا 7 ans et demi. ومن بعد واش صرا؟ ومن بعد جا النصر. بوي سو فو حدث كان احسن. بوي سو فو لا فيكتوار. Puis ce fut la victoire. يعني هذيك الحرب دامت 7 سنوات ونصف. من بعدها جا النصر. Puis ce fut la victoire. Donc واش نقولوا هنا باش نختتمو كلمة ليبرتي هنا ما استعملناهاش. نقدروا نستعملوها ونقولوا باللي مثلا الحرية كان عندها ثمن وهو 1.5 مليون من الشهداء وأرامل ويتامى. دونك نقدروا نديروا بهذه الطريقه هذه نقولوا لا ليبرتي افي ان بري كان عندها ثمن. افي ان بري واشن هو لو بري هذا كان عندها ثمن ما هو؟ نديروا دو بوين ونقولوا هنا سي بور اكسبيكي 1,5 million de martyrs des veuves aramil et des orphelins. On dirou hadouk 3 النقاط باش نقولوا بلي الخسائر كانت فادحه. داكور لا ليبرتي افي ان بري. تلاحظ بلي هنايا ما عطاكش الافعال في لي مو. هنايا ما عطاكش الافعال، ما يعطاك حتى فعل. دونك كان لازم انك نتايا تكون عندك شويه في المكتسبات تاعك بعض الافعال اللي تستعملها وتدخل هاد لي نون وهاد لي كومبليمون دو نون لي عطاك. دونك لا ليبرتي افي ان بري
1,5 million de martyrs, des veuves aidées et des orphelins. Ou hakda tkoun injust la production électrique tag mlih tatiha un titre hein نعطيوها تيتر ونسميوها مثلا لو 1er نوفمبر يعني تعطيها ان تيتر سامبل ها بيسك انها تهضر على لو ديكلونشمون دو لا ريفولوسيون كونتر لو كولونيزي لو كولونياليزم تقدر تعطيها لا دات هذه اللي عندها دلاله خاصه لو 1er نوفمبر 54 داكور ولا تقول لا غير دو ليبراسيون ولا الاحسن تحط لو تيتر تحطو لو 1er نوفمبر 1954 هذا تاريخ مرجعي داكوغ ويليق كوم ان تيتر دونك تبدا بلو تيتر تحطو هنايا ما يجيش في الاخر يجي هنا لو 1er نوفمبر 1954 لي الجيريان ديسيدير دو ميتر فان اوز انجوستيس دي فرونسي لو 1er نوفمبر 1954 دون لي اوريس لو بوبل ارمي دو فولونتي دو كوراج اي دو فوزي دو شاس ديكلارا لا غير بور روتروفي لانديبوندونس دو لالجيري لا غير دورا 7 ans et demi Puis, ce fut la victoire. La liberté avait un prix, 1,5 million de martyrs, des veuves et des orphelins. Hada abnai, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.